مهندس بقوى مصطفى تاع الودادية الأبرار. تنسهروا على هذا المشروع اللي اسم الودادية الأبرار، وحنا تنتواجدوا دابا هنايا في وسط المبنى الأول تحت لي فونداسيون، وتنشوفوا الخدمة ديالنا وتنحاولوا نوفقوا ما بين التقنية وما بين نوريو الناس كيفاش يخدموا كيفاش يسهروا على الأمور ديالهم، وهذه هي خدمتنا. معكم زهير السولي، مهندس مكلف بالإدارة ديال الورش ديال وازيز بيتش. كيف ما كتشوفوا بروجي ديال وازيز بيتش مكون من 17 عمارة وفيما يقارب 232 ابارتمون مع ثلاثة ديال المسابح، وكاين عندنا الباركينغ سوسول وثلاثة ديال لي نيفو. بالنسبة للي غروز اوفر راه وصلنا الحمد لله فضل مجهودات الجميع والمجهودات الجبارة ديال الودادية الأبرار وديال ليكيب كامله، لو ستاف كامل، لا المهندس المعماري لا الناس كاع، لا المهندس المدني اللي هو سيامي الازرق، لا كاع الناس اللي كيشرفوا معنا وكيوقفوا معنا بمجهوداتهم الجباره في هذا المشروع هذا. بالنسبه للغروز اوفر حنا الحمد لله وصلنا ل 75% في لي ترافو، وحنا راه خدامين باش يكون البروجي ديالنا يتسلم في الوقت المناسب وبالجوده المناسبه. وكنشكروا كاع الناس اللي ساهموا معنا، لا زاديرون على التفهم ديالهم وعلى ولا الوداديه على المجهودات الجباره واللي كتحرص على هذا المشروع بكامل التفاصيل ديالها، وشكرا. معكم عبد الإله عطار، عضو ودادية الأبرار السكنية. احنا الآن تنتواجدوا في الورش اللي تشرف عليه هذه الودادية في جماعة المنصورية. هذا الورش هذا اللي تتكون من هي عبارة عن إقامة سكنية كلوتوري فيها ما يقارب 232 شقة، 232 شقة زائد باركينغ سوسول، يعني كاين مرآب للسيارات تحت أرضي. حنا الآن تنتواجدوا في هذا الورش، هذا اللي الحمد لله كما تشوفوا المشاهدين راه هو على قدم وساق ان شاء الله من اجل الانجاز ديالو. بدينا في الصيف 2015 وحنا واقفين على هذا الورش، يعني لا السيد المهندس المعماري المكلف بالورش ولا السيد المهندس المكلف بسميتو البيرو ديتود ولا السيد المهندس المكلف بالاشغال السي زهير السولي. حنا تنديروا اجتماعات اسبوعيه تنتدارسوا فيه جميع المشاكل اللي كاينه في البلانات وفي التصاميم ديال هذا الورش، وتنشوفوا الحلول المناسبه لكل مشكل، فهمتيني؟ هذا هو الحمد لله، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير يا رب.